اختار الله سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام مكة. فالله سبحانه وتعالى اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا البلد، وجعله منسكا لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم،